السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. معكم عبدو محمد من قناة منوعات عبدو. النهاردة ان شاء الله جايب لكم شرح جديد وهنتكلم فيه عن طريقة استخراج القسيمي بقيمة $150. تمام. القسيمة اللي ممكن نستخدمها في الترويج للقناة اليوتيوب الخاصة بنا، وفي حاجات كتير تانية هبقى اعمل لكم عليها فيديو. بس يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، ده المطلوب منك بس مش اكتر. ويا جماعة والله الطريقة دي محتكرة من قبل ناس كتير جدا جدا جدا، بس انتوا عارفين انا بنزل لكم كل حاجة مجانية وضد فكرة الاستغلال. ويلا عشان ما اطولش عليكم نبدأ في الفيديو. اول حاجة هنخش على متجر جوجل بلاي وهننزل تطبيق الفي بي ان ده. تمام يا جماعة، اهو شكله. وهندوس فتح بعد ما نحمله. تمام يا جماعة، وبنقص على اللمضة ده وهنختار الولايات المتحدة اللي هي في الاول ده. تمام، اول ما هندوس هيتصل على طول. نتأكد بقى يا جماعة علشان القسيمة تطلع معاني بسهولة، وهي على فكرة ملحوظة متطلعش غير على الولايات المتحدة فقط. فنتأكد بس ان الاي بي على الولايات المتحدة. تمام، هنجيب معرفة الاي بي الخاص. معلش يا جماعة لو الشرح طول شوية، بس ممكن تكملوا الشرح للآخر علشان تفهموا كل حاجة. تمام يا جماعة، يونايتد ستيت يعني الولايات المتحدة. تمام، المهم اخش برضو على الرابط ده اسيبه لكم في الوصف بدون رابط ربحية وبدون اي شيء. تمام، وهوريكم برضو اثباتات في اخر الفيديو ان انا خدت القسيمة على اكتر من حساب. تمام، بس في حسابات ما بتاخدش عليها. هنكتب البريد بتاعنا. تمام، وهنكتب @gmail.com. تمام يا جماعة، وهندوس على المربع ده وهندوس على الكابتشي. ياريت تكملوا الفيديو للنهاية. تمام، وهندوس على get over code. هيجيب لكم الرسالة دي، هنترجمها نشوف يقول ايه. تمام يا جماعة، بيقولك سوف تتلقي رمز القسيمة الخاص بك عن طريق البريد الالكتروني في غضون دقيقة واحدة، ثم انشئ اعلانك الاول الان. تمام يا جماعة، هنخش على الاكونت هنشوف القسيمة جت ولا لا. هنا معنا الجميل. تمام، ده يا جماعة الاثباتات اللي قلتلكوا عليها اهو. حساب استلمت عليه القسيمة $150 اهو، غير الحساب اللي احنا بعتنا عليه الرسالة دلوقتي، ده حساب تاني اهو يا جماعة. نخش على EG661 وهنشوف الرسالة دلوقتي. نستنى بس لحد ما الرسالة تيجي. هي بتاخد حوالي دقيقة اهي يا جماعة، وزي ما انتم شايفين اهي الرسالة جات وفيها القسيمة $150. ولو عاوزين اعمل لكم فيديو عن كيفية الترويج لقناة اليوتيوب الخاصة بيك سيبولي في الكومنتات، ولو عاوزين الطريقة. وبكده نكون وصلنا لنهاية شرحنا. ياريت لو عجبك الفيديو فعلا تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لأكبر عدد من الأشخاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.